والرئيس عون لا تنازل عن الحقوق قائد الجيش ملتزمون قرار السلطة السياسية وفاة عالم إيراني جديد والأنظار على إسرائيل أهلا بكم الترسيم أولاً استجمعت السلطه جهوزيتها مجمعه ظاهريا على موقف سيبلغه رئيس الجمهوريه ميشيل عون للوسيط الامريكي اموس هوكستين فيما اعلن قائد الجيش الوقوف خلف السلطه السياسيه في اي قرار تتخذه الحكومه ثانيا حيث اوحى كلام رئيس الجمهوريه انه ملتزم بالمسار الديمقراطي املا تكليف شخصيه لتشكيل الحكومه في أسرع وقت ممكن في الملفين جس نبض للطرف الأمريكي فيما سيحمله من اقتراحات ومدى تطابقها مع الرغبة اللبنانية وآخر للأفرقاء سعيا إلى رسم خطوط الحكومة العتيدة بعد ارتسام مواقف علية السقف في إطار فرض المطالب إذا وصل الوسيط الأمريكي أموس هوكستين إلى بيروت والتقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان دورثي شي وتناول البحث تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية وشمل اليوم الأول لزيارة هوكستين أيضا لقاء مع وزير الطاقة وليد فياض أهمية الموضوع هي أن الدولة كلها أخذ موقف واحد خلف فخامة الرئيس بهذا الإطار مما يسهل الموضوع ويقوي الموقف اللبناني هذا اقتصر الحديث وسط هذه الأجواء أوضح الرئيس عون أنه سيبلغ هوكستين بالموقف اللبناني الموحد حيال الطروحات المقترحة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة والتي تحفظ حقوق لبنان وأضاف أن الجانب اللبناني رفض الخط الإسرائيلي رقم واحد وخط هوف ومن غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية وعرض عون للوفد النيابي التغييري الذي طالبه بتثبيت الخط 29 والتوقيع على المرسوم 6433 ملابسات التوقف عن الحفر في الحقل رقم أربعة متحدثا عن تبريرات غير مقنعة قدمتها الشركة المنقبة لافتا إلى حصول ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر وأشار عون إلى أنه بعد الوصول إلى اتفاق فأن على مجلس الوزراء الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس النواب وفقا للأصول وهو أمر لم يحصل بعد بالنسبة إلى الخط 29 وحاول عون تبديد القلق من تاخير الاستشارات النيابيه الملزمه واكد للمنسقه الخاصه للامم المتحده في لبنان السيده يوانا فرونيتسكا ان المسار الديمقراطي بعد الانتخابات النيابيه سيستمر مع الاستشارات النيابيه ثم تشكيل حكومه جديده وامل تكليف شخصيه لتشكيل الحكومه في اسرع وقت ممكن نظرا للاستحقاقات التي تنتظر الحكومه العتيده الى ذلك التقى وفد نواب التغييريين الرئيسين بري وميقاتي وبحث الوفد في الاوضاع العامه واخر المستجدات السياسيه اضافه الى شؤون تشريعيه. بدنا تثبيت حق لبنان عبر تعديل المرسوم 6433 اللي له اكثر من سنه، لم توافق عليه الحكومه ولم يوقعه رئيس الجمهوريه وبالتالي السلطه التنفيذيه مسؤوله عن المباشره بالتوقيع والتعديل وإيداعه لدى الامم المتحده لانه العدو الاسرائيلي عم بيباشر هلا بوصول المنصه اليونانيه بالاعتداء على ثروات لهم حقوق فيها الشعب اللبناني الرئيس بري هو اعتمد على اتفاق الاطار يلي ما بيحدد خطوط وهو حكي عن مساله الترسيم بشكل اساسي رئيس الجمهوريه كان قوله بيقول انه مرسوم التعديل وصل لعنده مشروط بموافقه مجلس الوزراء ومجلس الوزراء لم يوافق هو رفض يمضي موافقه استثنائيه على موضوع بهذه الاهميه فنحن بعد ساعتين رح نكون عند رئيس مجلس الوزراء وفي عين التين عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس حكومه تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للاوضاع العامه واخر المستجدات السياسيه في اجتماع استمر نصف ساعة غادر بعده الرئيس ميقاتي دون الادلاء بتصريح. اكد قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال زيارة الى كلية فؤاد شهاب للقيادة والاركان ان الجيش انجز مهمته في موضوع ترسيم الحدود والدور الان للسياسيين. نحن ما بنتعاطى السياسي ونخلي السياسي يتداخل معنا ولكن بعض القرارات حلل البيئه السياسيه لتعرف شو تاخذ قرار الموضوع الاساسي اللي عم في بلبنان وضروري تعرفوا فيه الحدود البحريه للاسف صار في كتار بيفهموا بالحدود البحريه محللين انا قلت قبل برا الجيش انجز مهمته التقنيه دور هلا للسياسيين السلطه السياسيه اي قرار بتاخده قياده الجيش تلتزم فيه شو بدها تاخذ قرار ما بعرف اي خطه تتبع ما بعرف ماذا في جعبة الوسيط الأمريكي؟ تقرير يلقي الضوء أفضى اجتماع السبت بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واستمزج رأي رئيس المجلس افضى الى تشكيل وفدين لمواكبه مفاوضات الترسيم. الوفد الاول يتولى المفاوضات السياسيه مع اموس هوكستين ويكون باشراف رئيس الجمهوريه استنادا الى الماده 52 من الدستور التي تولي رئيس الجمهوريه المفاوضه في القضايا الدوليه. ويتابع الوفد الثاني المجريات القانونيه والتقنيه في حال التوصل الى تفاهم نهائي على الترسيم وفي عداده رئيس مصلحه الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني المقدم عفيف غيس اللقاء المقرر بين الرئيس عون والوسيط الامريكي مفصلي لجهه معرفه ما يحمله هوكستين من معطيات جديده تتجاوز ما سبق وطرحه في جولته الاخيره لجهه تقاسم الموارد بين لبنان واسرائيل في النقطه المتنازع عليها ضمن الخط 23 اي ضمن بعض نواح من حقل قانا. في المقابل يضع الوفد اللبناني بين يدي هوكستين موقفا موحدا يتضمن التالي: اولا يرفض لبنان تقاسم الموارد في النقاط المتنازع عليها وبالتالي يرفض الصندوق الاستثماري المشترك بين لبنان واسرائيل من خلال شركه تنقيب امريكيه. ثانيا يرفض لبنان أن تبدأ إسرائيل بالتنقيب واستخراج الغاز قبل حل نزاع الترسيم ثالثا يتنازل لبنان عن الخط 29 شرط إعطائه كامل المنطقه المشموله ضمن الخط 23 حتى لو اقتضى الامر رسم خط ازرق بحري استنادا الى نقطه بريه يجري على اساسها رسم الخط المستقيم داخل البحر بشكل يجعل كل حق القنا ضمن المنطقه الاقتصاديه الخالصه للبنان هكذا يكون كل قانا للبنان مع تعديل في الخط 23 وكل كريش لإسرائيل علما أن مخزون كريش غني جدا واكتشفت كمياته على دفعتين الأولى تعادل 45 تريليون قدم مكعب والثانية بين 28 و 42 تريليون قدم مكعب تضاف إلى الكمية الأولى جوله هوكستين هي الاخيره وسبق وامهل الرئيسين عون وميقاتي حتى الانتخابات النيابيه للتوصل الى اتفاق والا يعتذر عن متابعه المفاوضات مع التذكير بان اسرائيل صارت في دوره التراخيص الرابعه اما لبنان فلا يزال في الثانيه ولم تتقدم منها اي شركه عالميه بطلب الاشتراك في دوره التراخيص هذه رفض لقاء سيده الجبل ما جاء به خطاب الامين العام لحزب الله لجهه تنصيب ذاته مرشدا للدوله اللبنانيه واعلانه انه المسؤول عن قراري الحرب والسلم وشدد المجتمعون على التمسك بالدستور واتفاق الطائف وقرارات الشرعيه الدوليه كونها قرارات ضمانه لسلم وسلامه لبنان وهذا يبدا برفع الاحتلال الايراني عن لبنان بحسب البيان نتابع النشره بعد قليل وفيها ما هو مصير الادعاء على سلامه تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ملف إضراب موظفي القطاع العام فأجري اتصالا بوزير المال يوسف خليل جرى في خلاله البحث في ملف الأجور والمخصصات المستحقة للموظفين وضرورة دفعها في المواعيد المستحقة لها من دون تأخير وأكد ميقاتي أن حق الموظفين مقدس ويجب استمرار عمل إدارات الدولة والمؤسسات العامة وإنتاجيتها لتسيير شؤون الموظفين وتأمين الإيرادات التي تحتاجها الدولة وكان الرئيس ميقاتي اجتمع مع وزير العمل مصطفى بيرم في السراي الحكومي وقال بيرم بعد الاجتماع بحثنا في مسألة الرواتب والمعاشات للقطاع العام وقد أكد ميقاتي أن موضوع موضوع الرواتب لا يمكن التساهل بها لانها اخر ما تبقى من امن اجتماعي قرر نائب العمل الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر التنحي عن النظر في الادعاء على حاكم مصرف لبنان يستعر كباش قضائي بين حاكم مصرف لبنان وفئه من القضاء على خلفيه اتهام الاخير لسلامه وشقيقه باختلاس اموال عامه وتبييض اموال، هذا النزاع وصل الى حد تنحي النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر عن النظر في الادعاء على حاكم مصرف لبنان ليعود ليخلط الاوراق من جديد فاي مسار يتخذ هذا النزاع برأي رئيس منظمه جستيس الحقوقيه الدكتور بول مرقوس. هنالك خطين متوازيين اليوم بملف حاكم مصر في لبنان بيتعلق بالاول بموضوع احاله الملف من قبل النائب العام لدى محكمة التمييز إلى النيابة العامة الاستئنافية أتمنى أن يصير في ملاحقة ومحاسبة شاملة ومعيارية لجميع المسؤولين الحكوميين والإداريين والماليين الذين تعاقبوا وهم بعلاقة مباشرة بالمالية العامة والإدارة النقدية في البلاد على نحو متساو وشامل وليس مجتزأ ومتفرق وفردي وهذا كان لازم يصير عبر طبعا النيابه العامه الماليه والنيابه العامه التمييزيه انه يعني يكون عمل هادف وعمل مركزي. مرقس لفت الى ان ادعاء سلامي على القضاء له بعد قانوني صحيح كون النيابه العامه الماليه هي المحكمه المختصه بالجرائم الماليه. المدعات التي تقدم بها حاكم مصر في لبنان بوجه الدولة عن مسؤوليتها عن أعمال قضاتها العدليين وهذا منصوص عليه في المادة 741 وما يليها من أصول محاكمة المدنية اللي هي بتنص على ضمن الأسباب الخطأ الجسيم الذي يؤدي إلى بطلان الحكم أو الإجراء القضائي والتعويض على صاحب العلاقة وهو هنا الحاكم وهنا متى تسلم القضاء هذه الدعوة لا يجوز للقاضي أن يقوم بأي عمل يتعلق بملف المدعي اللي هو بهالحاله حاكم مصر في لبنان. اصبح من البديهي ان هذا الملف برمته تعشعشت فيه السياسه، فالعهد يريد محاكمه سلامه فقط وسلامه يستشرس بالدفاع عنه وعن المقربين لحين انتهاء ولايه عون الذي يسعى الى تعيين حاكم جديد قبل مغادرته بعبده. مروان ادوم صوت لبنان. لا داعي للهلع بالنسبه لاصابات اليرقان في طرابلس التفاصيل مع روع الرفاعي لا تزال قضية إصابة مواطنين سيما منهم أطفال من منطقة دهر المغر في القبة بحالات اليرقان ودخول البعض منهم إلى المستشفى الحكومي لتلقي العلاج تثير الكثير من علامات الاستفهام خاصة بعدما أعلنت مصلحة مياه طرابلس سلامة مياه الشرب في هذه المناطق بعد إجراء التحاليل اللازمة وتبني وزارة الصحة لهذا الرأي والتأكيد على صلاحية المياه ونفي كل الشائعات التي تم تداولها عبر شبكات التواصل حول الاختلاط المياه الاثنه بمياه الشفه داخل الاحياء الشعبيه رئيس مجلس الاداره المدير العام لمؤسسه مياه لبنان الشمالي خالد عبيد اشار في معلومات لصوت لبنان ان المؤسسه تقوم بكل مراحل المعالجه للمياه من ترسيب وفلتره وتعقيم وما يثار عبر شبكات التواصل ربما يهدف الى ضرب هذه المؤسسه التي ما زالت فاعله على الارض. رئيس الدائره الطبيه في المستشفى الحكومي الدكتور حلمي شمروخ وعن الاصابات قال لصوت لبنان حتى على الطوارئ ما نشوف هلا من حالات ليش عم ينحكى على شبكات التواصل انه حالات الرئام بازدياد؟ هي بلبله فقط لهيدا بدك تشوفي مين وراء هالخبر، اليوم السوشيال ميديا بتاع مين ما كان خبر بس ما منو هو مصدر موثوق بدك تبني على المصدر مبسوط هي وزارة الصحه اللي قديش كان العدد الحقيقي فعلا للي اصيبوا بالرئام؟ هلا نحن عندنا بالمستشفى بنعرف انه جينا تقريبا 12 حاله استشفاء كانت اوضاعهم عاديه كثير عاديه كلياتهم راحوا على البيت وعن اللقاحات المفقوده قال بالنسبه للقاحات اللي كنا نستعملها بالنسبه ضد الريحان آه طبعا هلا الفتره هي غير متوفره حاله مثل حال قسم كبير من اللقاحات وزي هيك لاسباب بينيه وماديه معينه يعني الفتره الاخيره صار عندنا كثير نقص بالقاعات برايك في داعي لاثاره الخوف والرعب بنفوس اهل مدينه طرابلس؟ لا لا, لا هي ما في ضروره خوف هي الاهتمام بالمصدر المياه والكتل والنظيف غسل إيه الايدين والاهتمام بالصحه لا داعي للهلع كلمات تثير اشمئزاز المواطن الذي بات يخاف من كل شيء لكنها تصلح اليوم مع اصابات اليرقان والتي تطرح علامات الاستفهام حول من افتعلها ضمن احياء شعبيه والهدف من ورائها من طرابلس روعه رفاعي صوت لبنان إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة أن العدد الفعلي للإصابات باليرقان والمسجلة منذ بدء انتشار الالتهاب حتى اليوم يبلغ 174 حالة مشيرة إلى أنها لا تزال تأخذ العينات وتجري التحقيقات اللازمة لتبيان سبب انتشار الالتهاب الذي لم يحسن بشكل نهائي بعد ماذا يجري بين بلدية الدكويني والنازحين السوريين؟ العنوان بلديه الدكوانه والمشكله مع النازحين السوريين كثرت الاقاويل والترجيحات وابرزها الجمله الشهيره المستعمله يداهمون النازحين من دون وجه حق ولكن اين هي الحقيقه السوريون في الدكوانه لا جواب اما رئيس البلديه انطوان شخطورة فيؤكد عبر صوت لبنان ان القضيه هي مراعاه القوانين والبلديه تقوم بواجباتها بعض الاجانب الموجودين بمنطقه راس الدكوانه حي بوشايا عم بيقوموا باعمال مخله بالألباب ومنافي للحشمه واعمال شغب وعم بيعملوا مشاكل مع الناس الموجودين يعني بمحيطهم طبيعي الطبيعي نحن سجلنا الشكوى كبلديه تحركنا اخذنا اوراقهم شفنا مين معه اوراق مين معه اوراق قلنا لهم نبهناهم انه انتم وغيركم واللبنانية تحت القانون اللبناني ما حدا فوق القانون وخاصه كمان البلديه نحن كل شيء تحت القانون شختوره ينفي توقيف سوريين وحجز هوياتهم او اجبارهم للعوده الى بلادهم منهم من اللي قال بدي تعهد انو يعمل تعهد انه بقى شي يعمل شيء عمل مخلل للاداب اما عمل منافية الحشمه اما عمل جرميه وبناء عليه العمل ان تعهد انه إذا ما بضل تحت سقف القانون اللبناني بفيلم منطقة الدكويني، أنا فقط حميت المواطنة بالتحديد، حميت من التعدي على الإنون من الأفعال الجرمية المواطنين وبعد ما مستعد أعمل أكثر من هيك كمان وتحت سقف القانون، برجع بكرر تحت سقف القانون كل ما في الأمر أن للدكويني حرمة والبلدية مسؤولة عن تنفيذ القوانين وحماية أهلها كما يقول شختورة الخوري صوت لبنان السياسه والدولره كيف يحددها سعر الدولار بعد التعميم الصادر عن وزاره السياحه المتعلق بدولره الاسعار للمؤسسات السياحيه بشكل اختياري اسئله تطرح حول ماهيه التعميم ومفاعيله على ارض الواقع الأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي أكد لصوت لبنان أن تعميم وزارة السياحة مهم جدا وقد يثبت مفاعيله عند تقلب سعر الصرف تقلبات أسعار الدولار بتخلي السائح والمواطن اللبناني وغيره يوقف قدام فاتورة كل يوم بزيت المطرح بزيت الطلب على فاتورة شكل السائح اليوم إذا أكل زيت الوجبة بزيت المطعم مش كل يوم بيدفع شيء بيدفع فرد شيء بالدولار إذا بده يدفع بالدولار ويقدر يدفع باللبناني اليوم بسعر الدولار ما عنده نتيجه، بس لما مرقنا بفتره كان في تقلب 10000 ليره بالنهار كان بيقدر يعطي نتيجه ايجابيه بطلوع وبنزول للمؤسسه وللمواطن، يعني لما نزل الدولار 10000 ليره كان بيقدر يشوف بالفاتوره انه يدفع دولار ولا لبناني، هذا كل القطاعات لازم تعمم هالامور هيدي لانه الدولار بعده 28 في لحد الشهر الثابت ما بيطلب انه انت تنتقلي للفورميل دولار اليوم تنتقل إلى دولار إيجاباً أم سلباً لما بيبلش الـ يعني بيجي ببلش الحركة نوع صعود ونزول رئيسه دائره المطاعم والملاهي في وزاره السياحه زينم شيء اكدت ان التعميم سيفرض على المؤسسات السياحيه ضبط الاسعار وتوحيدها على صعيد السياحه بلبنان هذا التعميم هو بيساهم بالمراقبه وضبط شوي تقلب الاسعار بشكل مستمر يعني احنا اذا لوائح اسعارنا لما نحن عم تعلق المؤسسات السياحيه لوائح الاسعار المنيات على ابواب مؤسساتها العملة الصعبة سمحنا لها بشكل اختياري برجع بقول لك آه هيدا الشيء بيساهم اولا انه هيدي المؤسسات عم تدخل على آه على عندها فريش دولار وثاني شيء آه رواد هيدي المؤسسات بيبقوا صاروا عارفين حالهم دائما على آه نسبة السعر اللي هن فايتين عليه شو رح يدفعوا وشو رح يكون هيدا السعر بكره اذا تغير سعر الصرف وفرق حتنتبه الناس انه لا هيدا القرار هو قرار جدا ايجابي يعني ما حيعود عنا آه تقلب بشكل مخيف يعني انا عم بحكيك اذا البلاحه 5 دولار او الغرفه بالاوتيل 50 دولار حتبقى 50 دولار مش آه انه مع كل تغير بسيط لسعر الصرف حتتدوبل الاسعار حتى الساعه تعاميم من دون مفاعيل واقوال من دون افعال وتبقى العبره في التنفيذ رانيا عبيد صوت لبنان تتابعونا في النشره بعد الفاصل أين سترد إيران على إسرائيل؟ دعا وزير الخارجيه الاسرائيلي لابيد الاسرائيليين الى عدم السفر الى تركيا وعوده الموجودين هناك فورا بسبب تهديدات ايرانيه وتوجه الى ايران مؤكدا ان ذراع الطول لاسرائيل ستصل لمن يؤذي الاسرائيليين بغض النظر عن مكانه، وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن إيران قد تلجأ إلى المسيرات للرد على الهجمات الإسرائيلية، وأضافت أن إسرائيل أبلغت روسيا بالغارة على مطار دمشق من خلال آلية منع الاحتكاك بينهما. في المقابل شدد المتحدث باسم الخارجية الإيراني على أن رد طهران على أفعال إسرائيل سيكون في مكانه وليس في دولة ثالثة. ولفت الى ان اسرائيل تستفيد من القوانين والادوات الدوليه لتحقيق مصالحها بدعم من الولايات المتحده ووصف قرار مجلس محافظي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه الصادر ضد طهران بالقرار السياسي تتواصل المعارك بين روسيا وأوكرانيا، حيث أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية طردت الجيش الأوكراني من وسط, من وسط مدينة سيفيورودونيتسك في شرق البلاد. تتواصل المعارك بين روسيا وأوكرانيا حيث أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية طردت الجيش الأوكراني من وسط مدينة سيفيرودونيتسك في شرق البلاد منظمة العفو الدولية اتهمت من جانبها روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا خلال قصفها لمدينة خاركيف باستخدام قنابل عنقودية محظورة دولياً أدت إلى مقتل مئات المدنيين أمين عام حلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أكد أن الناتو سيزيد من وجوده في شرق أوروبا وسيواصل تدريب الأوكرانيين مؤكداً أنه لن يصمت إذ تعرضت السويد لأي هجوم وبالتزامن مع توقع أوكرانيا حصادة 48.5 مليون طن من الحبوب هذا العام تواصل تركيا الحديث مع الروس والأوكرانيين من أجل فتح ممر في البحر الأسود في ظل أزمة تصدير الحبوب العالمية أما الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون فأكد أن العالم دخل في اقتصاد الحرب مشدداً على أنه من الصعب التعايش بالقواعد السابقة ودعا ماكرون إلى تعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية التي يجب أن تكون أقوى بكثير على خلفية الاحتياجات العسكرية المتزايدة بسبب الحرب في أوكرانيا وفي المسار النفطي أعلن رئيس ليتوانيا السعي للاستغناء عن موارد الطاقة الروسية بحلول عام 2024 في المقابل أشارت دراسة جديدة صادرة عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف في فنلندا إلى أن روسيا تواصل الحصول على مبالغ ضخمة من خلال بيع النفط والغاز على الرغم من مواجهتها عقوبات منذ غزوها أوكرانيا، وفي هذا السياق أكدت وكالة رويترز أن الهند ضاعفت وارداتها من النفط الروسي خلال شهر أيار رغم العقوبات على موسكو، وعزت رويترز هذه الزيادة إلى تخفيض موسكو لسعر النفط. أعلنت وكالة أنباء فارس وفاة عالم فضاء أثناء عمله في قاعدة سمنان الجوية شمال إيران في وقت لفت عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن العالم محمد عبدوس يعمل بمجال تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. إلى الصفحة الرياضية مع رومان طنوس نبدا اخبارنا الرياضيه ببطوله اسيا تحت ال 16 سنه بكره السله حق منتخب لبنان للذكور الفوز على منتخب اندونيسيا بنتيجه 76 49 وبفارق 27 نقطه على ارض العاصمه القطريه الدوحه ورح بيخوض لبنان مباراته الثانيه ضد الايراني الساعه 8 وربع بتوقيت بيروت بكره الثلاثاء 14 شهر محليا وضمن افتتاح مباراة الاسبوع الثامن للدوره الثامنه لدور الناشئين تحت 18 سنه حقق العهد الفوز على شباب الساحل بنتيجة 4-2. وعلى ملعب العهد تعادل البرج والأنصار 0-0. كما تعادل أيضا النجمة والهدى 0-0 على ملعب حمدون. وفائز التضامن صور على أتلتيكو بنتيجة 2-0. وبهيدي النتائج احتل العهد صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة. خلف البرج ثانيًا برصيد 19 نقطة. وحل التضامن صور ثالثًا برصيد 16 نقطة. وضمن منافسات الجولة الرابعة من فعاليات مباراة المجموعة الثانية بدور الأمم الأوروبية لكرة القدم حق منتخب النروج الفوز بنتيجة 3-2 أمام منتخب السويد الصفحة الأخيرة للأحوال الجوية الجو اليوم ماطر بعد الظهر درجة الحرارة القصوى 26 درجة الرياح جنوبية غربية بسرعة بتتراوح من 15 ل 30 كيلومتر بالساعة ونسبة الرطوبة 72% الجو بكرة بيستمر أيضا على هيدا النحو بيكون ماطر صباحا والحرارة بتتراوح بين 21 و 25 درجة الأربعة التأس بيتغير وبيصير مشمس لغائم جزئيا والحرارة بين 21 و 26 درجة نوصل للخميس والجو رح يكون صافي مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على 27 درجة أقصاها و23 أدناها الجمعة رح نشهد ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على 29 أقصاها و23 أدناها والجو رح يكون صافي بأغلب الأحيان النشرة انتهت تابعونا بالصوت والصورة عبر موقعنا vdl.me ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا Voice of Lebanon 100.5 وعلى الابليكيشن شكرا لحسن المتابعة والى اللقاء